إلى اليوم. إلى اليوم يقال أن لكل بداية نهاية، أم أن لكل نهاية بداية أخرى؟ إلى اليوم أفتقد بألم من رحل عنا، وأفتقد من غادرنا طوعاً لا كرها وبصمت موجع. إلى اليوم يأخذني الحنين إلى الوراء، إلى تلك الضحكات، إلى براءة اللعب، إلى مقاعد الدراسة، إلى شعور طفل يسعده كل بسيط ويجد عند عتبات أمه داراً لكل شيء. إلى اليوم، إلى اليوم أريد الرجوع لكل البدايات الجميلة حتى أقف عند محورها ولا أجاوزها أبداً. إلى اليوم لا أعلم ما الذي يجري عند ساحل الحياة وأي مركب سيقف عنده، فلا زالت مراكب الحياة تدهشني كثيرا بما تحمل وما لم تحمل. إلى اليوم يراودني كثير من سؤال: هل الأمل سيغلب الألم، والغياب سيرجعه الحضور، والنسيان سيمحو حبر وجع الذكرى، وذلك الشعور الطفولي سيعود لمقاعد عمر قد بلغ من العمر عتيا؟ إلى اليوم لا أريد أن أصدق ما يحدث ولا أكذب ما لم يحدث. إلى اليوم أريد من الله صبرا على ما لم أحط به خبرا. فإلى اليوم، فإلى اليوم تستمر الحياة، فحتما سأرى وأرى. بقلم البندر الجهيمان.